تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي الخليفة حرمي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، افتتحت كريمة صاحبة السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخة لولو بنت خليفة الخليفة سوق السفارات الدولية الذي تنظمه جمعية رعاية الطفل والأمومة. معرض سوق السفارات الدولي يطل بنفسه من نافذة تعبر عن الخصائص التراثية والحضارية للدول المشاركة على المستويات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، لما يمثله المعرض من قيمة هامة في تعزيز التقارب والتواصل بين الشعوب، وبما يشكله من رسالة نبيلة تستحق من الجميع كل الدعم والتقدير. يسعدني أن يكون سوق السفارات الدولي تحت رعاية كريمة من صاحبة سمو الشيخة حصة بنت علي حرم رئيس الوزراء الموقر، وبحضور وتشريف كريمة رئيس الوزراء سمو الشيخة لولو احنا نحتفل على سنوات متتالية بسوق السفارات اللي هو تعبير عن تواجد وكثافة من الأطياف، وهذه اللون اللي أنا أعتبر أن البحرين بلد ترحب بكل الأطياف، وكثيراً ما يكون الحضور من الشعب البحريني ومن الجاليات الأجنبية مميز في هذا اليوم. كذلك من البوسنة والهرسك وصلنا من تمثيل من أبوظبي للمشاركة معنا، وهذا شيء جميل جداً. إن افتتاح هذا المعرض يعد واحداً من الجهود التي تضع مساندة العمل الاجتماعي والخيري في صدارة أولوياتها في ظل الدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به هذه الأعمال، وهو ما حفز العديد من السفارات على المشاركة في أعماله. مثل كل سنة احنا نشارك بالبازار السفارات، وهو كعمل عمل خيري، هو عمل بسيط، احنا نشارك مشاركة بسيطة يعني بأشياء من التراث التونسي، فهو يساعدنا يعني ان نعمل الخير وان نساعد بعض الجمعيات بالبحرين. فانا اشكر رئيس الجمعية الشيخة هند وكل اعضاء الجمعية انه دائما يعني تحينا الفرصة انه يعني نعطي لمحة صغيرة ولو صغيرة على تونس. احنا طبعا جزء اساسي من ان احنا نشارك ان احنا يكون لنا دور فعال في المجتمع البحريني والعمل الخيريه، وده جزء مهم من اعمال السفاره، فاحنا بيسعدنا ان احنا نكون مشاركين النهارده. احنا عم نحاول نبرز هويتنا من خلال تراثنا، يعني اتوابنا الفلسطينيه، من خلال منتوجاتنا، من خلال المصنوعات على الخشب اللي بنعملها، يعني اللي بيعملوها بفلسطين من الزيتون، من المواد الغذائيه طبعا هذه كلياتها يعني ستات بيوت اللي بيعملوها، يعني نحن اللي بنجيبها من فلسطين اجمالا من جمعيات ومن ستات بيوت هن بيشتغلوها، فنحن بنحب انه نبين هاي الهويه اللي لنا. في هذا العام يشارك في المعرض 37 سفارة، بالإشارة إلى أن ريع المعرض سوف يخصص لدعم الأنشطة الخيرية، ويشكل دعما كبيرا من أجل أن يقوم السوق بدوره في تعزيز التواصل بين الشعب البحريني وبقية شعوب العالم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.